وينضم إلينا من الكويت المحلل السياسي عيسى العماري. أهلا بك أستاذ عيسى. يعني أول انتخابات برلمانية في عهد جديد للشيخ نواف وسيطرة ظروف كورونا، النتائج كانت كبيرة بتغير تقريبا 60%. كيف تقرأ وتقيم نتائج الانتخابات؟ يسعد يومك ومساء استاذ صبا، وقناتكم الموقرة ومتميزة، واشكر لكم على الاستضافة. أهلا بك. بس الدكتور عيسى يعني للتعديل، طبعا عفوا. جرت الانتخابات الكويتية في 5 ديسمبر 2020 على وتيرة انها حالة استثنائية بشكل غير مسبوق في تاريخ البرلمان الكويتي من 63 الى سنة 20، في ظل جائحة كورونا التي الكل يعلم انها اصفت بالعالم اجمع، اكثر من 193 دولة في العالم، ولكن كانت هذه الظروف الاستثنائية في دولة الكويت مما اعطى مجال اكثر من 5 مرات انتخابية الذين مصابين في كورونا والذين كانوا في الحجر الصحي أدلوا بأصواتهم في سابقة تعتبر الأولى في دولة الكويت. لو تكلمنا اليوم، انتخابات البرلمانية أتت على أوضاع يعني مغايرة ومخالفة في ظل يعني القيادة الحكيمة لسمو الأمير الحالي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. طبعا الكل يعلم أن المرأة الكويتية اليوم فقدت كرسيها بالمعنى الأصح، ولا لا توجد امرأة تمثل المرأة في البرلمان الكويتي، مع العلم أن عدد الناخبين والناخبات 567 ألف ناخب وناخبة، في عدد النساء منهم 300 ألف من النساء، وكذلك 267 أكثر من الذكور. فبالتالي المشكلة أن المرأة لا تثق بالمرأة، فبالتالي وصلنا إلى مرحلة أن المرأة لا تعطي للمرأة صوتها في الانتخابات، فبالتالي يجب على المجتمع المدني أن يعيد حساباته واختيار يعني وسبب فقدان هذه المرأة للمقاعد الحالية. كذلك اليوم أتينا في وجوه جديدة، وجوه يعني عادت كانت من 2016 وعادت في البرلمان الحالي، منهم 20 نائب ومنهم 30 نائب جدد وداخلين على الساحة. اليوم التيار السلفي فقد مقاعده، تيار الإخوان لديه 3 من المقاعد، التيار الشيعي لديه 6 من المقاعد، بالإضافة على التيارات الأخرى والمنافسة القوية بدخول أكثر من 24 نائب معارضة للصوت نعم. الواحد، وما زالوا وصلوا إلى البرلمان عن طريق الصوت الواحد. طيب نعم. أستاذ عيسى، يعني بناء على هذه المعطيات، هناك بعض المراقبين يقولون بأنه الخطاب العنصري سقط، الخطاب الطائفي سقط، الصعود للتيار الشبابي. ما دلالات هذه التغيرات؟ اليوم الوجوه الموجودة وجوه شبابية، وهذا أنا يعني أطلقت عليها أمس في تحليلي للبرلمان قبل فرز الانتخابات بساعة، قلت لا راح ما يكون عنصر نسائي موجود، وعنصر التغيير كبير في نسبة 60%، لأن وصلنا إلى مرحلة بأن الشعب الكويتي يعني مل مرارا وتكرارا ويعني كثيرا من الأعضاء الحاليين، يعني مجلس 2016 إلى المجلس الحالي لم يحققوا رغبات الوطن، لم يحققوا رغبات المواطنين والوافدين، لم يحققوا تطلعات الشعب الكويتي، وبالتالي أتى إليهم بأنهم أصبحوا بإرادة واحدة، نحتاج التغيير بالكامل، نحتاج تغيير الوجوه، نحتاج تغيير الفكر، لأن كل النواب يصلوا إلى البرلمان يحققوا مصالحهم الشخصية على مصالح المواطنين وعلى مصالح الوطن. فبالتالي اليوم رأينا الدوائر الأولى أكثر من 70% تغيير، الدوائر الثانية 60% في التغيير، الدوائر الثالثة 50% في التغيير، فنسبة التغيير فاقت 30 نائب حالي. الكل يعلم أن أعضاء مجلس الأمة الحالي مكون من 50 عضو وبرلماني، فبالتالي 20 نائب أتى بعد يعني عن طريق القبائل، منهم نعم. سابقين ومنهم أتى من أتى في التيار يعني التيارات الأخرى 30 نائب، فكلهم إرادة التغيير. فبتوقعي الحالي
حالي بأن أتوقع أن المجلس راح يكون يعني صدامي، ما راح يستمر المجلس، لأن المجلس الحالي أتم 4 سنوات كتشريع ودستور وقانون لمدة 4 سنوات، أكثر من 21 سنة لم يحقق هذا المجلس هذه الكيفية. أستاذ عيسى كل بالتحديد، سنة سنتين كان يحل البرلمان، ولكن اليوم أتم هذا، فبالتالي راح يكون صدامي ولا راح يكون مجلس قادم يعني يحقق الطموحات، لأن أتوقع فيه التصعيد والوعيد. نعم، لماذا بالضبط؟ يعني هل يمكن أن يختلف مع نهج الحكومة؟ ومعروف في الكويت بأن هناك رضا، شبه رضا عام على رئيس الوزراء نعم، المستقيل، ويمكن إعادة انتخابه من جد، تسميته من جد. نعم نعم هو مثل ما تفضلت، اليوم سؤالنا مو على رئيس الوزراء ولا رئيس البرلمان، ولكن اليوم اختيارنا على الأشخاص الذين كانوا مقاطعين لفترات طويلة من 2013 إلى 2020. ليش؟ لماذا؟ لأن تم تعديل الأصوات من 4 أصوات إلى صوت، فكانوا مقاطعين للصوت الواحد لأنهم يريدون أن يكون 4 أصوات، فبالتالي يحقق جماعتهم وأصدقائهم يصلوا إليهم إلى برلمان، ولا لكن أتينا إلى الصوت الواحد وكانوا مقاطعين، وفجأة خلال يوم وضحاها يعني بإيجاز شديد أستاذ عيسى، تتوقع أن يكون عمر المجلس قصيرا؟ بإيجاز شديد، هل تتوقع أن يكون عمر المجلس قصيرا؟ قصيرا سنة إلى أقل. نعم نعم راح يكون قصيرا. نعم نعم ما راح يتم مدة 4 سنوات لوجود يعني تعارض كبير أو وجود أشخاص راح يعرقلون مسيرات الحياة البرلمانية. نعم. شكرا لك جزيلا المحلل السياسي عيسى العميري من الكويت.